كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. يجسد الأساتذة والأستاذات المناضلين والمناضلات بمديريتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة شكلا نضاليا دعا له المكتبان الإقليميان التنسيقية الوطني للأساتذة الفرض عليهم التعاقد يعني استكمالا للبرامج المسطرة على المستوى الوطني في إطار هذه الملحمة البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية ومن أجل الدفاع عن حق كافة أبناء الشعب في وظيفة قارة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الوظيفي والنفسي والاجتماعي. أيضا يتزامن هذا الشكل النضالي ومثول مجموعة من الزملاء والزميلات أمام المحكمة الابتدائية في إطار شوط آخر من أشواط المحاكمات الماراثونية السورية التي تطال مجموعة من مناضلي التنسيقية الوطنية الذين يتابعون بتهم كيدية على خلفية احتجاجهم السلمي في الشارع دفاعا عن المدرسة العمومية. ولعل المتتبع الشأن العام والشأن التربوي بشكل خاص يعلم أن هناك 10 أساتذة قادت محكمة الاستئناف في حقهم بسنة سجن الموقوفة التنفيذ وآخرين 3 أشهر شهرين مع غرامات مالية لا لشيء إلا لأنهم خرجوا بكل سلمية بكل حضارية إلى الشارع لكي يدافعوا عن مطلبهم ومطلب أبنائهم التلاميذ ومطلب أبناء الشعب من أجل وظيفة قارة ومن أجل وظيفة تضمن لأبناء الشعب تكافؤ الفرص. إذن جسدنا على مستوى مديرية طنجة وقفة احتجاجية انطلقت من أمام محكمة الاستئناف بطنجة ثم تحولت إلى مسيرة جابت الشارع الرئيسي لمدينة طنجة في اتجاه المديرية الإقليمية ولازال الشكل قائما. إذن بهذه المناسبة نريد أن نوصل مجموعة من الرسائل لأولياء الأمور للشعب المغربي للوزارة الحكومة الدولة النقيد أن التنسيقية الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إطار جماهيري قوي خرج للشارع من أجل مطالب عادلة ومشروعة يكفلها الدستور وتكفلها المواثيق الدولية. هذا الإطار الجماهيري لن يغادر الشوارع إلا بعد تحقيق المطلب الأساسي وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.